السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد درس في القراءة بعنوان نور والجغرافيا. يتناول هذا الدرس يا أولاد الوطن العربي الذي تجمعه روابط اللغة والدين والتاريخ المشترك. الوطن العربي ده اللي هو الدول العربية، تمام كده؟ وحدة الوطن العربي ده تجعله قوية ومؤثرة عالميا. النهاردة بقى بنتكلم عن نور. دي تلميذة ذكية جدا، ترى أن الوطن العربي ليس له حدود بين كل دولة ودولة، يعني ليس له حدود داخلية خلاص كده. فقامت طلبت منها المعلمة أن ترسم في امتحان الجغرافيا خريطة الوطن العربي، فرسمته بدون حدود داخلية، رسمت الخريطة بدون حدود داخلية، مما أثار مناقشات مع المعلمة، جعلتها تقتنع بوجهة نظر نور، تمام كده، وبأمنية نور. هي تتمنى أن ترى هذا الوطن العربي بهذا الشكل بلا حدود داخلية تفصله عن بعضه، تمام. طيب تعال معايا كده مع بعض ناخد فقرة وفقرة ونشوف المفردات الجديدة والأسئلة اللي ممكن تيجي على كل فقرة. أول حاجة، المدرسة كلها تحدثت عن نور عندما حصلت في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة. طبعا المدرسة كلها تحدثت عن نور. نور دي تلميذة مجتهدة جدا، كل المدرسة تحدثت عنها عندما حصلت على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا. المديرة لم تصدق هذا، فنور تلميذة مجتهدة وفازت في العام الماضي بكأس التفوق، فكيف حدث هذا؟ قالت معلمة الجغرافيا: ربما كانت نور تعاني مشكلة ما، لهذا يجب علينا أن نمد لها يد المساعدة حتى لا يضيع مستقبلها. قالت معلمة الجغرافيا: لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. يبقى مدرسة المدرسة كلها دهشت وتعجبت عندما وجدت نور حصلت على درجة ضعيفة، وكل المدرسة بدأت تتكلم عنها، ومديرة المدرسة لم تصدق هذا، ولكن المعلمة قالت أن نور أكيد عندها مشكلة تعاني منها، لذلك يجب أن نمد لها يد المساعدة حتى نعرف ما مشكلتها. تعال معايا نعرف إيه هي المفردات الجديدة بتاعتنا. بيقول لي عندما حصلت على ماء في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة. حصلت يعني نالت، ومضادها فقدت. درجة ضعيفة يعني درجة قليلة، ومضادها كثيرة، تمام كده. طيب بعد كده، فنور تلميذة مجتهدة يعني مجدة، مضادها كسولة. فازت في العام الماضي يعني العام السابق، ومضادها القادم، وجمع الماضي المواضي. طيب بكأس التفوق يعني كأس التقدم والسبق، مضادها التأخر. ربما كانت نور تعاني، يعني ايه تعاني يا اولاد؟ يعني تقاسي وتتألم، لهذا يجب علينا ان نمد، يعني نقدم لها، وعكسها نقبض ونمنع عنها، يد المساعدة يعني العون، ومضادها التخلي والخذلان، وجمع المساعدة المساعدات، حتى لا يضيع مستقبلها يعني املها. بعد كده عندي برضو كلمة عيني عليها حدود. عيني يعني حددي وخصصي حدود، يعني فواصل بين شيئين، مفردها حد. كل قطر يعني كل دولة، جمع قطر أقطار، تمام كده. يبقى عندي كده المعاني عرفتها كويس جدا، ومضاد كل كلمة وجمعها لو عايزة جمع. طيب بعد كده عايزة السؤال اللي ممكن ألاقيه على الفقرة دي: ما الذي جعل المدرسة كلها تتحدث عن نور، وما الدليل على تفوقها؟ هنقول جعل المدرسة تتحدث عنها أنها حصلت على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا. طيب ما الدليل على تفوقها؟ أنها حصلت على كأس التفوق في العام الماضي. طيب ثاني سؤال: كان في امتحان الجغرافيا سؤال وحيد، فما هو؟ هتقول السؤال: ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر كل قطر عربي. والعجيب أن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. ثم سألت معلمة الجغرافيا نور: هل كانت هناك ظروف
هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ قالت نور: لا، لم تمنعني أي ظروف، وقد ذكرت دروسي جيدا. وهنا سألتها المديرة: إذن لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة صحيحة يا نور؟ ركز معايا في الفقرة دي. العجيب أن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن بشكل دقيق. يعني دقيق يا أولاد؟ يعني متقن ومحكم. وكلمة العجيب يعني الغريب والمدهش. طيب، ثم سألت معلمة الجغرافيا: هل كانت هناك أي ظروف منعتك؟ يعني ظروف يعني أحوال وأوضاع، مفردها ظرف، منعتك يعني حرمتك، مضادها سمحت لك من استذكار يعني من فهم وحفظ دروس الجغرافيا. قالت نور: لا لم تمنعني أي ظروف، وقد ذكرت دروسي جيدا. طيب، هنا سؤال مهم جدا كان في إجابة نور عن سؤال الجغرافيا أمر عجيب. إيه هو الأمر العجيب اللي كان في الإجابة؟ هتقول أنها رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، ولكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية، يعني بين الدول العربية. خلاص كده. طيب، بعد كده عايزين نعرف بقى لما المديرة سألتها وقالت لها: لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة صحيحة يا نور؟ ماذا إجابة نور يا أولاد؟ قالت نور: إجابتي صحيحة. خلاص كده، بكل ثقة قالت إجابتي صحيحة. دهشت هنا الإيه؟ المعلمة، يعني تعجبت وتحيرت وقالت: وكيف تكونين على صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية؟ إزاي تكوني صح وأنت ما رسمتيش الحدود بين الأقطار العربية؟ قالت نور بحزن: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صواب؟ هل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ أنا أستطيع الآن رسم هذه الحدود أمامك. تمام كده. على فكرة أنا سهل جدا أن أنا أرسم الحدود، ولكني مش عايز أرسمها. وتناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. تعجبت المعلمة أكتر. طيب، يبقى ركز كده معايا. هنا نور قالت للمديرة إجابتي صحيحة، وهنا دهشت يعني تعجبت وتحيرت المعلمة وقالت لها: كيف تكونين على صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية، الحدود الداخلية؟ قالت نور: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ أنا أستطيع، يعني أنا أقدر، ومضادها أعجز. يبقى أنا أقدر الآن رسم هذه الحدود أمامك. أقدر على رسم الحدود أمامك. وتناولت ورقة، يعني أمسكت ورقة، ومضاد تناولت تركت، وفارقت تناولت، مضادها تركت. خلاص كده، ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. طيب، هنا سؤال مهم جدا يا أولاد: كيف أثبتت نور للمعلمة أنها متفوقة؟ إزاي أثبتت نور للمعلمة أن هي متفوقة؟ هتقول لي أنها قالت لها: أنني أستطيع رسم الحدود العربية أمامك الآن، الحدود بين الدول العربية أمامك الآن. خلاص كده. يبقى كيف أثبتت نور للمعلمة أنها متفوقة؟ هتقول أنها قالت للمعلمة: أنني أستطيع رسم هذه الحدود أمامك الآن. وتناولت ورقة وقامت برسم الحدود العربية الحدود بين الدول العربية بطريقة بطريقة صحيحة. تمام كده. طيب، فكرت المعلمة في كلام نور وتخيلت الوطن العربي الكبير وهو بلا حدود بين أقطاره، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. يبقى المعلمة فكرت في كلام نور وتخيلت، يعني تصورت ان الوطن العربي بلا حدود بين اقطاره، ما فيش اي حدود وفواصل تفصل الدول العربية عن بعضها. وكمان تخيلت ان الانسان العربي هو قادر على التنقل، يعني التحرك بحرية بسهولة بين الاقطار او بين الدول العربية. وهنا أدركت المعلمة، يعني فهمت وعرفت المعلمة، أن نور لم ترسم حدودا بين الأقطار العربية ليس لأنها لم تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي. يبقى ركز معايا كده. أدركت المعلمة أن نور لم ترسم الحدود العربية
بسبب عدم معرفتها. بسبب ايه؟ يبقى انها لم ترسم الحدود بين الاقطار العربية، ليس بسبب عدم معرفتها لهذه الحدود، ولكنها لانها تتمنى ان تزول الحدود بين اجزاء الوطن العربي. يبقى نور كان عندها امنية مهمة جدا، وهو ده اللي خلاها ما ترسمش الحدود الداخلية بين الدول العربية. ايه هي الامنية ديت؟ ان تزول الحدود بين اجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية امة عربية واحدة، يعني جماعة واحدة. أمة يعني جماعة من الناس وجمعها أمم. وانتهت المعلمة من التفكير ونظرت إلى نور وقالت لها أنت على حق، يعني أنت على صواب، خلاص كده. ومضاد حق يا أولاد باطل. طيب ركز معي، يبقى هنا فكرت المعلمة في كلام نور، تخيلت الوطن العربي وهو بلا حدود بين أقطاره، تخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية، وأدركت المعلمة غرض نور من عدم رسم الحدود بين الأقطار العربية. إيه هو غرضها؟ أنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة عربية واحدة. وبعد كده انتهت المعلمة من التفكير ونظرت لنور وقالت لها أنت على إيه؟ أنت على حق، خلاص كده. طيب هنا سؤالين مهمين جدا. أول حاجة، ماذا تخيلت المعلمة بعد أن فكرت في كلام نور؟ تخيلت إيه؟ هتقولي تخيلت الوطن العربي الكبير وهو بلا حدود بين أقطاره، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين أقطار الوطن الإيه؟ العربي. طب ماذا أدركت؟ هتقولي أدركت أن نور لم ترسم الحدود العربية لأنها تتمنى أن تزول هذه الحدود بين أقطار الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة واحدة، خلاص كده. طيب هنا سؤال برضو تاني، علل لم ترسم نور الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. ليه نور ما رسمتش الحدود بين الأقطار العربية؟ هتقولي لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة إيه؟ أمة عربية واحدة، خلاص كده يا أولاد. وبكده نكون انتهينا من درس نور اللي بيتكلم عن نور التلميذة الذكية التي أرادت أن يكون الوطن أو أتمنت أن يكون الوطن العربي أمة عربية واحدة، ليس بين الدول العربية حدود وفوارق تفصلها عن بعض، حتى يصبح الإنسان العربي يعيش في إيه؟ في وطن عربي واحد، ويشعر بحريته والحركة بسهولة داخل هذا الوطن العربي. خلاص كده، تعال معايا بقى نشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي على الدرس ده. أول سؤال معايا، ما الذي جعل المدرسة كلها تتحدث عن نور، وما الدليل على تفوقها؟ أول حاجة هتقول أنها حصلت على مادة على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا. طب الدليل على تفوقها إيه؟ أنها فازت بكأس التفوق في العام الماضي. طيب السؤال الثاني، لماذا لم تصدق المديرة ما حدث لنور؟ المديرة لم تصدق ما حدث لنور، ليه بقى؟ لأنها فازت بكأس التفوق في العام الماضي. طيب ماذا كان رد المعلمة على المديرة عندما حصلت نور على درجة ضعيفة؟ قالت المعلمة ربما كانت نور تعاني مشكلة ما، ولذا يجب علينا أن نمد لها يد المساعدة حتى لا يضيع مستقبلها. طيب كان في امتحان الجغرافيا سؤال وحيد، إيه هو السؤال؟ ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. طيب بعد كده كان في إجابة نور عن سؤال الجغرافيا أمر عجيب، إيه هو؟ تقول لي أنها رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، ولكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. طيب كيف أثبتت نور للمعلمة أنها متفوقة؟ هتقول تناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. ماذا تخيلت المعلمة بعد أن فكرت في كلام نور؟ هتقول تخيلت الوطن العربي الكبير وهو بلا حدود بين أقطاره، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية، تمام كده؟ طيب بعد كده لم ترسم نور الحدود الداخلية بين الأقطار العربية، هتقول لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة عربية واحدة. طيب ماذا قالت المعلمة لنور بعدما انتهت من التفكير؟ قالت لها، نظرت إليها وقالت لها أنت على حق. كان للمعلمة موقفان مختلفان من نور، أحدهما قبل المناقشة والآخر بعدها،
ايه موقف المعلمه؟ اول حاجه قبل المناقشه اعتبرت انها خاطئه واعطتها درجه ضعيفه، يبقى اعتبرت الاجابه خطا واعطتها درجه ضعيفه. اما بعد المناقشه اقتنعت بكلام نور وقالت لها انت على حق. طيب ماذا يحدث لو اتحدت الدول العربيه وصارت دوله واحده؟ ركز كده معايا، الاتحاد ايه يا ولاد؟ الاتحاد قوة. لو اتحدت الدول العربية واصبحت دولة واحدة هتزداد التجارة وينمو الاقتصاد وتتحقق النهضة والتقدم في جميع ارجاء الوطن العربي. خلاص كده. طيب قصة نور تعبر عن مجتمع مدرسي يدار بقيادة ناجحة، ما رأيك في هذه العبارة؟ اول حاجة ان المديرة اهتمت والمعلمة اهتمت وتناقشت مع نور في الايه في المعي. يبقى قصة نور تعبر عن مجتمع مدرسي، يعني ايه؟ يعني ان المدرسة كلها اسرة واحدة بتهتم بمشاكل التلاميذ وتحاول ان تعالجها. هتقول فعلا دي عبارة صحيحة، فالمديرة تابعت موضوع حصول نور على درجة ضعيفة رغم تفوقها لتعريف اسبابي، وتناقشت مع نور وهي والمعلمة، وكذلك اعتقاد المعلمة بان نور تمر بظروف صعبة لذا يجب مساعدتها. يبقى المديرة تابعت موضوع حصولها على درجة ضعيفة وكمان تناقشت معها هي والمعلمة، كذلك اعتقاد المعلمة أن نور تمر بظروف صعبة ويجب مساعدتها. طيب بعد كده يا أولاد إيه اللي بنتعلمه من الدرس ده؟ أول حاجة بنتعلم إن أول حاجة العمل على تدعيم فكرة الوحدة العربية وإزالة الحدود والفواصل بين الدول العربية. 2 الثقة بالنفس واحترام الآخرين. 3 التزام بآداب الحديث والمناقشة. يعني نور وهي بتتحدث مع المعلمة كانت ملتزمة جدا في أسلوبها في حديثها، وكانت واثقة في نفسها ومحترمة الآخرين، وكانت بتتعامل بكل احترام وتقدير للمعلمة وللمديرة. خلاص كده يا أولاد. وكمان المعلمة والمديرة كانوا بيعاملوها بكل إيه؟ بكل ذوق وأدب وكل احترام وتقدير. لذلك نتعلم الثقة بالنفس واحترام الآخرين والالتزام بآداب الحوار والمناقشة في التعامل مع الآخرين. خلاص كده يا أولاد، وبكده نكون خلصنا الدرس ده. أرجو أن أنتوا تكونوا فهمتوا ونحل كل الأسئلة اللي تيجي على الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.